يا سادة يا كرام، جبت لكم قصة جديدة حية من واقع المجتمع ديالنا ومن نوع آخر. في حلقة اليوم غادي نشارك معكم حكاية إنسانة صفت لها مولانا امتحان بسيط اللي غادي يخليها أنها ما تعرفش تصرف معه وتسخط على القضاء والقدر. امتحان اللي غادي يخليها تفقد كل ما تملك من صحة ومال وجاه. ما بين ليلة وضحاها غادي تغمض لها عينيها على جميع النعم اللي هي فيها، وغادي تمشي تطرق أبواب فقهاء ومشعوذات ونسات باب مولانا. سلام سلام and welcome back to our channel. سلام عليك. نبقى دائما نشكركم دائما وأبدا على الحلاوة ديال الكلام ديالكم، على تعليقاتكم الزوينين، على الأسلوب ديالكم الرائع، على كيفاش كتجاوبوا معي على الأذاب ديالكم. خصوصا قتلتوني بالضحك واحد البعض منكم، كنت قلت لكم إذا ما فيكمش اللي يكتب كومنتير ديروا لي ولو نقطة، عمرتوا لي الكومنتير بالنقط. صراحة وأعترف بها لي شرف أنني يكونوا عندي متابعين بحالكم. هاد القناة ديالنا كاملين وما ديريش بوحدي، نتوما اللي طلعتوها، وفضل اللايكات ديالكم ولي كومنتير ديالكم ولي بارطاج ديالكم الحمد لله هي غادي وكتطلع. انا كنوعدكم انه هاد القناه غادي تشوفوا فيها غير الايجابيات ومحتوى رائع اللي كيليق بالمقام ديالكم وبالعقل ديالكم. فبلا ما نطول عليكم خليونا ندخلوا في حلقه اليوم لنبدا. الحكايه ديال اليوم اللي جبت لكم فهي ما كتشبه مع حتى شي وحده من هادو اللي دازوا. حكايه اليوم غادي تكون مقسمه على بزاف ديال الفقرات. حلقتنا اليوم غادي نختاروا اسم احلام كيف ما قالت لي واحد المتتبعه في الحلقه الماضيه. كتقول احلام حكايتي اللي غادي نشاركها معكم غتبدا مني بديت كنقرا في التعليم العالي. نرجعوا شويه لقبل 10 سنوات. كنت انسانه نشيطه وفرحانه، عاجبها راسها وعاجبها حتى الحياه. تخيلوا حققت كاع داكشي اللي كنت كنتمناه. عن وضع الاسري وحتى المادي فانا من اسره متوسطه، ما كانت يخصني صراحه حتى شي حاجه. اللي بغيتو كان عندي الحمد لله. حاجه وحده صراحه اللي ما كانتش هي هذيك، فعلاقتي مع ماما كانت واحد شويه متوتره. ماما عندها واحد الكاركتير اللي هو شويه قاسح، اما بابا فكان اب حنين ورائع وجميل. كنت كنعيش واحد الحياه زوينه احسن بزاف ديال البنات. الوقت اللي غادي تبدا فيه احداث القصه كانت في عمري تقريبا 21 سنه. غادي نتعرف على واحد الانسان ظريف اللي كان تيقرا معايا. فتكونت العلاقه ديال الصداقه ما بيناتنا وتحولات لعلاقه حب اللي دامت 4 سنوات، وحنا مازال كنقراو خدمنا مجموعين. الحياه كانت ميسره معنا لواحد الدرجه كبيره، حتى ولفت هاد النعم اللي كنعيش فيهم وتبسطوا في عينيا. فمن بعد فاش درت 24 سنه غادي نتخرجوا، وجا الوقت فاش اننا غادي نتوجوا هاد العلاقه ديالنا بالزواج، وهنا فين غادي تبدل الحياه معايا، او بالاحرى كلشي غادي يتخربق. هاد القصه بالضبط غادي ندفع للدكتوراه باش نكمل القرايه، وفي نفس الوقت باغا نتزوج بالانسان اللي انا مرتاحه معاه. فهو بدوره غادي يمشي يقولها لدارهم، ولكن الوالده ديالو كانت ضد، حاول باش يقنعها بدوره حيتاش كان فعلا تيكن ليا واحد المشاعر اللي هما كبار. بمعنى هي ما باغانيش، وهو كيحاول باش انه يرغبها يبوس ليها راسها ويتهلا فيها غير باش تقبل. وحيتاش الى انسيستي وبرزت ليها راسها غادي يدير لي خاطرو غير في ديك اللحظه. المهم انا هادشي عرفته من بعد. هاد السيد كان تيدير اي حاجه على قبلي. تخيلوا اي حاجه تقدر تطيح ليكم في بالكم كان يقدر يديرها. واخا ندوي ليه في 12 ديال الليل ونقول ليه فلان انا مريضه، كيخرج يجري كيمشي يشوف الفارماسي اللي فيه بيرمانونس ويمشي يجيب لي الدواء ويحطوا لي حدا الباب ويدفعوا باش ما يشوفوا حتى شي حد. هاد السيد فعلا كان تيدير المستحيل غير باش يشوفني مرتاحه وفرحانه. كنت كنعيش واحد الحياه ورديه ما تقدروش توقعوها تماما تماما، بحال هذيك الحياه ديال الافلام اللي شبه مثاليه. في الاول هاد الانسان غيجيب بوحدو يدوي مع بابا، من بعد غادي تجي ماما واختو عند ماما، ايوا من بعد في الاخير غادي يجيو كلهم مجموعين باش نديرو خطبه رسميه. المهم كيف قلت واخا داكشي كله فماما ما كانتش باغاني، ما كانتش مقتنعه بيا، وهو جابهم بالسس. من بعد غادي نديرو خطوبه على حقها وطريقه، وهنا فين بابا غادي ياكد باش اننا خصنا نزربو نوثقو هاد الزواج بوثيقه، زعما نديرو لاكت باش نحللو هاد العلاقه خلاص ونحبسو من الدخول والخروج بحال اي عائله محترمه. احلام كتقول ايوا المهم بدينا كنوجدو العرس وبدينا كنعرضو على الناس، وماما كتاكد باش اننا نديرو شي حفله كبيره واعره باش تبان على صحابتها والعائله ديالها.
واحد الوقت اون بلان بريباراسيون وحنا كنوجدوا الوالده ديال هذا الخطيب غتبقى تسخف لينا وكتقول لينا اذا تزوجتوا غادي نموت لكم يا اما غادي نوض نقتل راسي. ركزات على هذا نقتل راسي. ولدها هي ما يبكي هي ما يزاوق والو فقد الامل ويأس. في هذا الوقت بدينا كنتحطوا في واحد الواقع اللي حتى حد ما قدر يتوقعه. كل شيء مصدوم، ما كاينش حل من غير اننا نساو بعضياتنا وخلاص. وفعلا داكشي اللي غادي يكون. وهنا فين غادي تبدا القصه، القصه ديالي ديال العذاب والقهر والجهل اللي بعد المرات ادت بيا للكفر، استغفر الله العظيم. وليت غير تنبكي وليت كنسخف، ولو تيجيوني دي كريز فين ما مشيت طحت في واحد الدوامه ديال الحزن غارقه ومظلمه. وهادشي كله تخيلوا حيتاش ما تقبلتش هادشي اللي انا فيه، لدرجه سخطت على الوضع على الاحداث وحتى عليه هو حيتاش ما قدر يدير والو. سخطت على القدر استغفر الله العظيم، وسخطت حتى على الدنيا. انا عارفه بلي كتقولوا عاد بلا مش تراجيم، ولكن داكشي اللي كنت فوسط منه داكشي اللي كنت نعيش فيه والظلام اللي كنت نشوف ما كانت تيبان ليا حتى شي حاجه. تحولت من انسانه نشيطه وضحكيه لانسانه حزينه بزاف كنتعذب، ما بقيتش كنديها في راسي، حالتي ولات مشوهه. تنجي من الخدمه كننعس ما كنغسلش رجلي، من الباب ديال الزنقه كنمشي ديريكت الباب ديال بيتي اللي ولات حتى هو ريحته ما تقبلوهاش. الصباح عاوتاني كنفيق كنمشي للخدمه بالحاله ديال البارح، ما كنشوف مرايا ما كنقاد راسي ما كنغسل حالتي. دخلت في واحد الاكتئاب خطير، خدمتي ولات معطله وغير كنغلط وكل شيء كيدوي عليا في الشركه وانا معيقه بوالو بحال شي بهله غير ساهيه. لي كوليك ديالي ولاو كيدويو عليا مع بعضياتهم، واش هذه مريضه ولا حماقت. حتى من الدكتوره تخيلوا معايا اللي دفعت ليها لاشيتها خليتها، ما بقيتش كنمشي ليها ولا نمشي مره في شحال. وليت كنحس براسي بعت على ربي بزاف، وليت كنحس انه ما بقاش كيستجب ليا وما بقاش باغي يسمعني. بصح وليت غضبان على الدنيا لدرجه كبيره، وفي هذا الوقت غادي ندخل فكره جديده لراسي واللي هي فالحل باش تعدى يا احلام هذه المرحله اللي انت فيها ضروري خصك تزوجي. كان تيبان ليا الحل ديال هذا المشكل ديالي هو الزواج باش ننسى ونتعدى هاد الحاله اللي وليت انا فيها. ما حاولتش نوقف حتى شي لحظه باش نعطي فرصه لراسي نسول شنو المشكل فين كاين. ما قلتش لراسي بلي انا هي المشكل وخصني نشوف كيفاش ندير. والو والو والو، كل شيء تعمل ليا في عيني وما بقى كيبان ليا غير الظلام. هادشي علاش باش انا اليوم جيت كنشارك معاكم حكايتي، حيتاش بزاف ديال البنات كيطيحوا في نفس السيتوياسيون اللي هي بسيطه ولكن بعدم الرضا بالقضاء والقدر كيخرجوا على ريوسهم بريوسهم. فانا انسانه واعيه وعندي ماستر ودافعه الدكتوره وكنت كنصلي ودايره الزيف وكنخاف الله، ولكن شاء القدر انني نتمتحن بهذه الطريقه، امتحان اللي فهمته غلط. فهذا الامر ليس بمساله علم اوراق ولكن هو علم باطني، علم الرضا بالقضاء والقدر. يعني هادشي اللي وقع ليا كانت اي وحده تقدر تطيح فيه كيف ما كانت، بشرط اذا ما كانتش ثابته على الصح. المهم هنا فين غادي ندخلوا في شابيتر اخر من الحكايه، شابيتر اللي عامر باحداث اللي دازوا في مده 10 سنين، 10 سنين اللي كيجمعها غير الفم ولكن كانت عذاب. ما تقدروش توقعوا شنو دزت من هاد 10 سنين. كنت قلت لكم بلي كنت باغا غير نتزوج، واللي كيسولني كنت نقول ليه بغيتو كيف ما كان، واللي طايحه في واحد الهوس واحد الحاله مرضيه لدرجه فين ما جات تقدم ليا شي حد وكان بداو نوجدوا كلشي كلشي كيتشتت وكيتحبس. وفين ما تفارقت مع شي شخص كنشد الفراش وكان مرض مرضى طويله، علما انني راني مازال ما بريتش نفسي من الاحداث الاولى اللي وقعت لي نتاع العلاقه الاولى. بهادشي كله غادي نمرض في صحتي ونض ليا الوسواس في ذاتي كلها، ودرت زوج ديال العمليات بسبب ستريس والفقصه. واحد الوقت بداو كيشكو في هذوك الولسيسات ياك ما يكون فيهم كونسير، ولكن الحمد لله خرجت سليمه. كل نهار كتزاد حالتي كتكفس، حتى وليت كنقول كون غير متحسن ليا، ما بقيتش عارفه نعيش ولا عارفه كيفاش نتنفس. لدرجات اي واحد ولا تيشوفني تيقول لي انت عندك سحر، داكشي باش حتى شي حاجه ما كتصدقش ليك ومعكسه ليك. وحيتاش كانت فعلا حالتي حاله وكنت في قمه الحاجه ديال اي حاجه تقدر تشافيني، كان اللي قال لي ديري هذه كنوض نجري نديرها. ايوا وهنا غادي تبدا رحله واحده اخرى، رحله الى الجحيم اللي كانت بارادتي بالحق
كنت شبه فايقة. فرغم أنني كان خاف الله وكان دعي الله ونذكره، ولكن كان هادشي صراحة غير في الظاهر أو لا غير فوق اللسان. أفعالي ما كانش كتعكس الباطن ديالي. قلبي كان غضبان على كل شي كل شي كل شي كل شي. كانت لك حولة كتبان ليا في عيني، ما خليت حتى شيخ أو لا شوافة من هادوك الغاليين ديال الناس الكلاس اللي كيحطوا فيهم الملايين، حتى الشوافات ديال الدروبة اللي كاينين في المدينات القدام انت 20 درهم. دوزتهم كاملين في أمل واحد أنني نتشافى ونرجع بحال الأول لا غير. تخيلوا فلوسي كلهم مشاو ليا، مليون الأول الثاني الثالث. كنت انجينيور كانت تخلص تقريبا 1.5 مليون. كنت كنسالي الشهر بما عندي ما نلبس، جلسه غير مع دارنا وفلوسي كلهم كانوا تيمشيو ليا في الطلبه والشوافات. غادي ندوز سنين طويله في هذا العام المظلم. وليت غدا وكان غلط، غدا وكان كحال داخليا وخارجيا، وانا كل مره تنقول علاش ما صبحت اليوم بخير، علاش باقي الامور غير غاديه وكتكفس. بما انني دخلت لكم في هذا العالم تاع الشوافات، غادي نعاود لكم واحد الانكدوت صغيره كانت دازت عليا من داكشي اللي كنت فيه، غير باش نحطكم امام الصوره. واحد المره شي ناس غادي نعتوا ليا في واحد المدينه بانه كاين واحد الفقيه كيفك هادشي ديال السحر. غادي نمشي بطوموبيلتي بوحدي، غادي نضرب واحد الطريق في الخله والقفر، وانا ما عارفاش بالضبط فين كاين هاد السيد، وما كاين حتى واحد غير القحط والتراب. تخيلوا معايا، مشيت لعند هذا الفقيه للدار ديالو بوحدو بعينيا مغمضين وما كيبان ليا والو، وكان بامكانه زعما انه يشدني يتعدى عليا ولا حتى يذبحني، ما كاينش اللي غادي يسيق ليا الخبر. مره واحده اخرى غادي يقول لي واحد الفقيه باش انني نمشي معاه لواحد البلاصه، ركبته معايا في الطوموبيل وبدينا كنضربوا 4 ديال السوايع في شي طرقان في الجبال في النواحي ديال مراكش. وفي الاخير ما عرفتش شنو داكشي اللي قرا عليا وصيفطني. وهاد زوج حاجات اللي قلت لكم فدزت منهم مرارا وتكرارا، ولكن والله العظيم والله العظيم كان ربي معايا، كان معايا وحافظني. حيت هاد الوقت ما كنتش عارفه حتى شكون انا غير بغيت نبرا وصاف. ما المرادش ديالي نادي شي حد، انا الهدف ديالي هو نبرا، ما خليت حتى بلاصه وحتى واحد. المهم واحد النهار غادي يضرني المعده ديالي واحد شويه، وغادي يبداو يقولوا لي الناس بلي عندك توكال وخاصك ترجعي. المهم كتقول احلام كل مره كيديوني عند شي واحد كيعطيني نرجع على اساس انني نغسل المسار ديالي من شي سحر اذا كنت واكله. حتى وليت كنرجع بالليل وبالنهار. دخلت في واحد الدوامه كبيره ما عندها لا ساس ولا راس، ما بقيتش كنعس، فقدت شي حاجه سميتها النعاس. غير غدا وكنغرق في الخدمه، ما تلاوش باغيني نزيد معاهم. انا اللي كنت فوق الراس في الخدمه واللي تحت الرجلين، انا اللي كنت كنشوف غير اللون الاحمر في الحياه، ولاو الالوان منعدمه في المحيط ديالي. غادي نمشي عندي بسيكولوج وغادي يعطوني دي زونتي ديبريسور. وليت كنتمنى النعاس غير ساعه والو، ولا كيبان ليا يا اما غادي نموت يا اما غادي نحماق. وفي هذا الوقت كلها غادي يموت بابا، بابا الحنين فيا، بابا الكتف اللي كان هزني وراضي بيا ومواسيني. النعاس هجرني، وليت معتكفه في بيتي غير سد عليا وما بغى حتى حد يهضر معايا. فقدت كل شيء وجلست الارض. الحياه حيات ما تصرفق فيا باش توقدني، وانا كيبان لي غير الحماق خطوه وحده باش نوصل ليه. في واحد رمضان غادي نتناقش مع ماما وما غاديش نتفاهموا. ديك الساعه هزيت حوايجي وخرجت من الدار، ما بقى عندي ما نخسر، لا عائله لا فلوس لا صحاب، زيرو. في هذا الوقت بالضبط غادي يبقى عندي حل واحد قبل ما انتحر، قبل ما انتحر، هو انني نبدل البلاد لا على وعسى ان حالي يتبدل. قلت ممكن غادي نلقى راسي في شي دوله واحده اخرى، ممكن غادي نلقى شخصيتي ومستقبلي عقلي وحتى النشاط ديالي. غادي يجي واحد رمضان وانا في بلاد الغربه وانا باقا بنفس الحاله. غنقرر نهز القران ونقرا سوره يوسف اللي ادمنت عليها شويه. غادي نبدا نطلب الله باش يهديني، غادي نطلب الله باش يوريني طريق الصواب ويصفي لي خاطري. عييت، وليت كنلقى راسي في هذا الدعاء حيتاش كنت محتاجه الهدايه، لدرجه زهدت في الدنيا وما تليت باغا والو، كنطلب غير حاجه وحده، نرجع كيف ما كنت، نفرح بشي حاجه قليله ونرضى على اي حاجه ويسمح لي مولانا. دوكو وانا في الالحاح ديالي على هذا الدعاء كل نهار غادي نسمع بلي كاينه واحد البسيكولوج باقا كتعلم
وكتخلص بواحد الثمن اللي هو رمزي من عند الناس، المهم رخيصه. قلت اجي ندير شي مجهود ونشوف. فبديت كنعاود ليها، وفي نفس الوقت استعنت بمولانا وكندعي بالهدايه. هذا هو الدعاء الوحيد اللي كان عندي. وسبحان الله سبحان الله، بديت كنشوف تلميحات من عند مولانا، بديت كنشوف فيديوهات، بديت كنتلاقى بناس كيهضروا معايا، وفي نفس الوقت بديت بحال كنفيق وكنعرف منين جاي المشكل. بديت كنعرف شنو هو الايمان، ان تؤمن بالقدر خيره وشره. فهمت بلي نهار طحت في اول مشكل نتاع الخطيب الاول، انني ما قلتش لله ما اعطى ولله ما اخذ، ما قلتش الحمد لله، ما قلتش ان لله وان اليه راجعون. انا في هذه الوقيته طغيت، ما شفتش هذه الواقعه اللي وقعت لي على اساس انها فيها خير، واذا ما كتبش لي فانا كنعيش في وسط نعم كثيره. وليت كنفهم بلي هذا الشيء كله اللي وقع لي حيتاش كان عدم الرضا على القضاء والقدر. كنقولها وكنعاودها، كنت كنضرب مع شنو ربي بغى ليا. فهمت بلي مولانا كيبغيني وكاين كيحميني، وبعد عليا الشخص الاول والثاني والثالث والرابع اللي من بعد غادي نعرف بلي كنت ديت شي واحد فيهم كنت غادي نعيش اليوم في الجحيم، وما غتكون لا توبه لا رجوع ولا الله اعلم. فهمت بلي انه اللجوء لغير مولانا ما غادي يفيدني في حتى شي حاجه. هاد السنين كلها دقيت كاع البيبان كاع البيبان الا الباب الاكبر اللي هو ديال مولانا. هاد السنين كلها شركت بلا ما نحس، وانا كندور من فقيه لفقيه من شوافه لشوافه. خليت ربي اللي بيديه كل شيء، ومشيت حطيت مالي وجاهي عند العبد اللي غير زاد كفس عليا النفسيه ديالي. فهمت بلي انني ما مسحوره، ما خصني شوافه، ما خصني حتى شي حاجه من هاد الامور. كانت خاصني جليسه مع راسي وذاتي، ونتفكر في شنو عطاني مولانا. دمرت حياتي كلها على قبل هاد الشيء، واللي سببه انني ما حمدتش الله. مشات مني قرايتي، مشات مني خدمتي، صحتي وفلوسي، بابا، عائلتي، شخصيتي، ما بقى عندي والو. بعت ذهبي وحوايجي غير باش نخلصهم. المهم الحمد لله على كل حال. فالقصة طويلة وفيها بزاف ديال التفاصيل، ولكن ملخص ديالها هو الشيء اللي عطيت لكم. الله يسمح لي من ماما اللي واخا ما هضرتش عليها في التفاصيل ديال القصة، حيتاش انا اللي غلطة ماشي هي. انا اللي ما كنتش عطيها الفرصه، ما كنتش كنخليها منين تدوز ليا. فين ما كتنصحني كنقولها انت ما عارفه والو، انت ما حساش بيا. كانت كتقول لي صبري ولا الله يهديك، كانت تجني بلي خير كتخربق وما كتفهمش. بالحق انا اللي ما كنتش فاهمه حوايج بزاف. حاجه واحده اخرى، تعلقت بمخلوق بسيط ديال مولانا، وربي كيغير على العباد ديالو. امتحني به وامتحني بالجميع، وما قدرتش نفهم ديك الوقيته الحكمه من كل حاجه. الحمد لله انا اليوم فهمت حوايج كثار، واكثرها ان ربي كان تيحميني وكيبغيني. داكشي باش كان تيلطف بيا واخا انا اللي كنت عاصيه. الحمد لله اللي تبت من هذاك الكفر الداخلي على الوضع وعلى القدر، وكنت كنطلب ديما من الله باش انه يسمح ليا، حيتاش ما كانش بخاطري حتى شي حاجه من هادشي، ما كانت بخاطري. احلام كتقول، وانا متفقه معها بلي هذا هو الدرس او العبره الكبيره اللي بغينا من المراهقات او للناس اللي هما مقبلين على الزواج او ايا كان، انه يتفهمها. ان مولانا اذا حبس عليك شي حاجه ما تمرديش وما تكفريش وما تسخطيش، راه حبا ولطفا منه لك كيدير ليك الخير اللي انت كيبان ليك في هذيك اللحظه العكس. وانا تنقول هذا بلا ما قلت، انا لو كان تحيد الحجاب اللي مولانا دايروا لينا في الاقدار، غادي نحماقوا باللطف والحب اللي هو كيكنوا لينا. كتقول احلام، انا من بعد غادي نفهم علاش كل واحد ربي عكس ليا فيه، ولو كان ربي ما لطفش بيا لو كان كنت عايشه على عذاب اليوم. اخيرا وباختصار مفيد، انا اليوم عندي 34 سنه، كملت الدكتوراه ديالي ولقيت خدمه زوينه عوضني بها مولانا، ومرتاحه ولله الحمد. جوني عروض ديال الزواج بزاف، واختاريت بالخاطر وبالعقل الشخص المناسب. ربي عوضني بكل شيء لما لجأت ليه هو، ماشي لما لجأت لغيره. صلحت مع ذاتي وصلحت العلاقة ديالي مع الوالدة ديالي اللي ولات اليوم من أحسن العلاقات في حياتي. وأهم حاجة أنني وليت كنفرح بأبسط الأشياء، ونحمد الله على صباعي، على عيني، على ذاتي، على تفكيري، على رائحة الشم، على أي نعمة، على كل حاجة. خصوصا ما بقيتش كنتقلق على شي حاجه ربي اخرها ليا ولا عكسها ليا. اللي جات مرحبا بها، اللي مشات الله يهنيها. فهمت بلي انه الصحه
ما كتعوضش. احلام كتقول شكرا حيتاش جبتي معايا هذا الموضوع وحيتاش جبتي معايا خبايا كنت ناسيهم او بالاحرى كنت مخبيهم عامرين بالنقط السوداء من جهه اشخاص. شكرا للمتابعين اللي عطاو من وقتهم وسمعوا ليا باش انني نفرغ داكشي اللي عندي وما نبقى حقد على حتى شي حد من الماضي. وهذه كانت حكايه حلقتنا اليوم. كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم وكنتمنى سورتو انكم تكونوا استفدتوا منها يا البنات ولا حتى الشباب ولا حتى الجميع. المهم فيها عبر كبيره اللي خصنا نتمعنوها. اذا جات على خاطركم ما تنسوش انكم في التحت تزيدوا تشجعوا احلام. وبدوري غادي نقول لكم فضلا وليس امرا انكم تفرقعوا ليا هذيك البلاصه ديال لي لايك زائد تعليق زوينه من تعليقكم المحترمه والمؤدبه لاحلام. تعاليق ايجابيه تحفزها وتزيد تعطيها امل في الدنيا وحتى في مولانا. كيف ما هي اليوم قدمت لنا نصيحه فما كرهناش حتى حنا نشكروها بدورنا. شكرا لك احلام. شكرا حتى لكم نتوما اللي كتعطيو فرصه لهذا المحتوى باش يزيد يطلع. فالحمد لله كل يوم كيتزاد عدد هائل في القناه وهذا الشيء كيفرح وهذا الشيء معناه انه التعب اللي كنتعبو ما كيمشيش هكاك. فهذا الشيء كله فضل من مولانا وما انا الا مسخره في الدنيا. فكيف ما نتوما عندكم واجبات كتاديوها في الدنيا حتى انا هذا هو الواجب ديالي. الواجب ديالي انني نعطيكم ايجابيات نرسم ابتسامه على وجوهكم نعطيكم نصائح نتعلم منكم وتعلموا مني نساندوا بعضياتنا ونكونوا محتوى افضل ويزيد بالشباب ديالنا وبالامهات ديالنا والاباء ديالنا والعائلات ديالنا للقدام. فشكرا لكم ملايين وملايين وملايين المرات. حفظكم الله ونتلاقوا في حلقة مقبلة إن شاء الله. سلام سلام.